استلمك. طبعا تشرفنا الولد في مدينه المحرق، ودرست مدرسة فتره معينه، ودرست مدرسه اذكر ابو عبيده مرحله ابتدائيه، وايضا مدرسه المعري، والحميميه والتنافسيه هذا شيء ما انسى انا في المدرسه. علاقات كثيره بحكم مدرسه الهدايا كان فيها كل تقريبا كل الشباب اللي في هذه العمر اللي في المحرق، فساهمت انه يكون عندي علاقات وايد جميله في ذي الوقت، وذكريات ما شاء الله جميله من المدرسه الثانويه استمتعت فيها في هذه. يمكن لو سالني اكثر مرحله اقول لك المرحله التوجيهي هي اكثر مرحله انا استمتعت فيها في الدراسه. بعدها طبعا تخرجنا من او التحقنا بوزاره الداخليه عقب ما دخلنا وخلصنا كليه شرطه، وعملت فتره في طبعا في الاعلام الامني كرئيس لشعبه الاعلام الامني فتره، واحتكيت طبعا بمجال جديد ومجال متخصص ومجال نوعي اللي هو الاعلام الامني، وما شاء الله متجدد ومتغير، وساهم او انا لحقت على وقت تطوير وانشاء المركز الاعلامي في وزاره الداخليه اللي صراحه تعلمنا منه وعطينا وتعلمنا منه كثير يعني في هذا الوقت. وكان في هذا الوقت ايضا الحمد لله قدرت ان انا ادرس في الجامعه الاهليه في مواد الاعلام في ذاك الوقت ايضا. الشيء المميز انا تاثرت صراحه بشخصيه معالي وزير الداخليه بحكم عملت معه يعني بالاعلام وعن قرب، من الناس اللي مؤثرين في حياتي جدا، طريقه العمل وطريقه الاداء والاسلوب والتوجيه ونظام الحياه انا طبعا لحد الان اقتدي فيه، ولحد الان في امور كثيره في حياتي طبقتها منه واشوفها، وخبرات صح تعلمنا كنا صغار في ذاك الوقت، لكن الحين تشوف هذه الخبرات المتراكمه اثرها على حياتنا، وكيف هو كان يشوف وكيف يعامل الناس وكيف ممكن يتواصل مع المجتمع، كيف انقل النظام الامني من نظام خلينا نقول امن بحت الى شرطه مجتمعيه وتواصل مجتمعي اكثر واكثر. فانا شهدت هذه المرحله بالاضافه لخبرات كثيره طبعا. بعدها انتقلت كمدير للهيئات الشبابيه في مؤسسه الشباب والرياضه انذاك، وطبعا قطاع مميز قطاع جميل استفدت منه، خلينا نقول تعاملت وايد مع المختصين في قطاع الشباب والرياضه، المراكز الشبابيه في القرى وفي المدن، وبديت اعرف اكثر العادات والتقاليد ونظام الحياه في القرى ومدن البحرين. كل قريه لها هويه معينه شكل معين، حبيت كثير ان اشوف الشباب واتواصل معاهم وكيف ممكن احنا نطورهم. في ذاك الوقت كنت سعيد جدا لما تنجح البرامج والفعاليات الشبابيه اللي كنت انا حتى في مجال الامن اقول ان الدوله لها اثر في مجال الامن خلال البرامج والتنويع. الحمد لله صار الوقت اللي انا كنت فيها وكنت اقدر اكون جزء من هذه العمل. ايضا فتره عملت كمدير للانديه، تعاملت مع الأندية الرياضية والتنافسية طبعا، وبديت أشوف كيف تدار الأندية وكيف تعمل، وعلاقات مميزة خبرات اكتسبناها في ذي المجال. بعدها انتقلت للعمل في وزارة الإعلام كمدير الأخبار في ذاك الوقت، وطبعا كان يصادف وقت أحداث يعني الأزمة في البحرين الله لا يعودها إن شاء الله، لكن تعلمت منها الكثير. أشرفت على برامج في ذاك الوقت حكم يعني التلفزيون أو البرامج كلها تنتج من إدارة الأخبار، فتعاملت أيضا مع وسائل إعلام داخلية أو خارجية في ذاك الوقت، وانصقلنا وشفنا ميزات وعيوب ومدى قدرتنا ومدى تواصلنا، وإن شاء الله قدرنا نحقق شيء حق البحرين في ذاك الوقت اللي خلينا نقول يعكس على الأمن بمنظومة شاملة. أيضا عملت كمدير اتصال في فترة معينة في اتحاد الكرة في مجال الرياضة، ومجال جديد جدا ومجال تسويقي ساهم في صناعة أو في بناء قدراتي التسويقية خلينا نقول أكثر، تسويق البرامج والفعاليات، خاصة أنه كان في تواصل مع الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والاتحاد الخليجي، اتحادات الخليجية في المنطقة، هذه أسهمت أيضا في صقل قدرات كثيرة ومعارف كثيرة مهارات كثيرة في ذاك الوقت. بعدها انتقلت للعمل أيضا في مجلس النواب كمدير الاتصال أيضا فترة معينة، طبعا العمل البرلماني وشكله وتوجهاته وخبراته وأيضا تجاربه علمتنا الكثير، وخلتنا كيف ندش على مجال التسويق الشخصي أكثر، وكيف التسويق له دور في صناعة نائب مستقبل أو مرشح في المستقبل،
وكيف المرشح ممكن يواجه الإعلام في هالوقت. طبعاً كله كنت أنا أدرب في مجال الإعلام ومدرب في معهد الإدارة العامة أيضاً، المعهد الاحترافي والمعهد الجميل في القطاع الحكومي، فأدرب القطاع الحكومي دورات كثيرة في الإدارة أو في الإعلام سواء خارج أو داخل مملكة البحرين، تقريباً ما يناهز 10,000 شخص دربتهم داخل وخارج مملكة البحرين في دول مجلس التعاون وفي البحرين في مجال الإعلام، في مجال الترويج، في مجال التسويق، في مجال مواجهة وسائل الإعلام، تخطيط استراتيجي الإعلامي، صناعة وإدارة السمعة. أيضاً ساهم أو من الأمور ساهمت في خبراتي أيضاً التدريس في الجامعة لفترة أيضاً معينة في ذي الوقت، خبرات إعلامية متراكمة تقريباً توازي 25 سنة في مجال الإعلام بشكل خاص. وطبعاً مؤخراً أنا أعمل كمستشار في جامعة نايف بالرياض، جامعة العلوم الأمنية، وأتشرف طبعاً أنا أمثل حتى الاسم البحرين طول ما احنا في الخارج، أتشرف أن أكون جزء من اللي يسوقون مملكة البحرين خارجياً. في هالوقت أنا أدعو الشباب أيضاً لتسويق برا أنفسهم بشكل إيجابي. صح فرص الوظيفية لابد تكون في وطنهم، لكن الآن الخليج بالنسبة لنا وطن واحد، تقدر تروح وتسوق نفسك وتشوف أنك في حاجة لخبراتك وانت ما تعرف. لابد شبابنا وكل مختصين يطلعون برا، في ناس وايد بحرينيين برا يشتغلون في قياديين في مناصب في مجال خلينا نقول الاقتصاد الطيران وغيره، حققوا وصراحة قصص نجاح جميلة. بودي أنا شبابنا يسوقون نفسهم لهذه المستوى ويحصلون هذه الفرص ويبنون شخصياتهم بشكل إيجابي لحد ما يوصل للهدف اللي هو يبي. لا تكون نظراتنا فقط إيجاد فرصة وظيفية فقط في حكومة البحرين أو في البحرين فقط. الآن الخبرات تقدر وتشترى بثمن، ويمكن كنا نتناقش من قبل على الموضوع الواحد يغير في وظيفته أكثر من مرة. صراحة أنا عندي كانت تجربة أنا أشوفها بالنسبة لي مميزة، انتقلت نعم من أكثر من وظيفة، لكن الحمد لله كانت بعروض براتب أكثر، بفرص أكثر، بمناصب أفضل. هذا كله يأتي من أول إخلاص الشخص في عمله، وخلينا نقول إضافة إلى ميزة تنافسية في المكان اللي هو فيه يكون فارق، والناس ما بتنقلك وما بتأخذك لوظيفة ثانية إلا أنت بالنسبة لهم فارق، يسمعون أنت شنو سويت في المنصب السابق، وبالتالي تنتقل معك هذه الخبرات، حصل فرص للتدريب أكثر خاصة يعني خارج البحرين ما يعرفونك، لكن عرفوا مستواك في مجال التدريب وخبراتك. هذا الشيء صراحة كان يسعدني وايد، أحس أن الخبرات هذه مقدرة، والخبرات التراكمية هذه من مناصب كثيرة لها وقت ولها الآن تقدير معين حتى تقدير مادي، وهذا شيء مثل ما قلت لك كان يعني يسعدني ويثلت سري. للأسف ما تشوف المشهور بمعنى قيمة المشهور. إحنا نتمنى يكون لو منحصر مثلا أفضل لاعب عندنا في البحرين، شنو شكل حسابه ذي؟ يمكن أقل لاعب في دولة خليجية بشوف حسابه أفضل من أفضل إعلامي عندنا في البحرين، حساب في الانستغرام أو في التسويق الشخصي. إحنا للأسف دائما لو بروفايل، دائما الظهور القليل، وهذه ما يخلينا نوصل وما يحصل الفرص سواء داخل أو برا. لذلك أنت ما تشوف متحدثين في القنوات الرياضية من البحرينيين وايد، على سبيل المثال قليل. حمو سلطان كانت تجربة مميزة لأن أسلوب حمو سلطان، قدراته، شخصيته، هذه الآن الأثر في الإعلام. مو بس أنا خبير في الإعلام أو لاعب كرة، لازم يكون لي مهارات، وأكيد في ناس كثيرة في البحرين عندها هذه المهارات. الآن بدأت الناس تتدرب كيف أنا أظهر، كيف أصنع لي محتوى مناسب، كيف أسوق نفسي بشكل معين إذا تشوفني ميزات معينة. هذا الشيء يسعدني صراحة على المستوى الشخصي. ودي أنا كل البحرينيين اللي تشوف روحه فارق يطلع يقول أنا عندي فارق، أنا أقدر أتكلم، أنا أقدر أمسك ذي المجال، أقنع الناس أن أنا مفيد لهم، وهذه مهم عكس قبل أو النظرة السابقة أنتظر الناس يعرفون قيمتي. زين ممكن ما عرفوا قيمتي، ما بيعرفون قيمتي، شلون أنا أخليهم يحسون بقيمتي؟ هذه مهم جدا. أثري شلون أصنع لهم الحاجة؟ فلا بد أصنع حاجة للطرف الآخر على أساس أحصل فرصة، لأن ما حد يبغيني وأنا ما بضيف له. فمتى ما حسوا إن أنا بضيف لهم، بضيف لي عملهم لتميزهم، بيعرضون علي الوظيفة أو بيقبلوني، أو حتى لما بدخل مقابلة شخصية بكون معروف، سهل إقناع الطرف الآخر لأن أنا ظاهر اجتماعيا. والظهور في مجال التواصل، مجال التطوعي، مجالات كثيرة، بدل ما ناس تجلس في البيت تقول ما عندي فرصة
وهني بتقول والله هذي يبون ربعهم يبون اللي يبونه، أشياء كبيرة ممكن تجي على بال الواحد. لكن فأنا حبيت من الإعلام مش مجرد النشر العادي، وهذا يمكن نقطة حلوة إن إحنا نتكلم. أغلب للأسف أغلب الناس اللي خريجين الإعلام أو الطلبة، مو بالكل بس الأغلب، أو اللي يشتغلون في الإعلام الوزارات والهيئات، يعملون على نشر الأخبار، يعملون على نشر المعلومات والبرامج، وهذه وظيفة سهلة جدا. أنا عندي حدث أكتب عنه تصريح، أكتب عنه وانشر، فالنشر دي ما يأثر، ما يصنع تأثير ولا يبني صورة ذهنية. التأثير شيء ثاني، صناعة الصورة الذهنية، بناء السمعة شيء ثاني. أنا كان تستهويني هذه الصناعة، لذلك أنت تشوف الحين في وزارات معينة ما شاء الله، وحتى في القطاع الحكومي بشكل عام في البحرين عندهم إنجازات وايد، بس الناس ما تعرف ليش، لأن كانوا يعتمدوا النشر. والله أنشأنا ذي البرنامج خلاص، وين قصة نجاحه، وين الفيدباك من الناس، وين مقارنته بدول ثانية مثلا، وين وين وين، عساس تعزز ذي الصورة، على الأقل تحسس البحريني أن أنا أي في بلد متقدم، لأن في أمور كثيرة في البحرين مو بصايرة في دول قريبة حتى، بس إحنا هنا نعاملها عادي، إحنا نقولها بشكل عادي وغيرنا يقولها بشكل حقيقي. أنا ما أتكلم على التهويل أو البروباغندا الفاضي، لا، نتكلم على قصص واقعية، برامج حقيقية. حتى أنت تشوف عين النواب ساعات يتكلمون على قضية موجودة في الحكومة وصايرة من زمان، ليش؟ تسويق ما كان جاي. التسويق في البرامج للهيئات والخدمات الحكومية والدولة بشكل عام مو مربوطة بجهاز واحد، مربوطة بعدة أجهزة، مربوطة بكل المسؤولين في الإعلام والقطاعات الحكومية ولا الأهلية. إحنا نسوق البحرين بشكل جيد، بدل إحنا ما نكتب كناس وايد تختلف تتفق معي، إذا شفت أنا شيء سيء في البحرين أقول الله ما عندنا ذي، ما عندنا، هل هذه أنا قاعد أضر البحرين أو أنا أسوقها بشكل جيد، أو هذه حرية في التعبير. أنا ودي أقول بعد ما في حد كامل، صح ممكن أنتقد، ممكن أقول، بس بصورة أحافظ أنا ما هز البلد أخلي كأن إحنا في ديرة فاشلة، لا، أقول أنا ترى عندنا خلل هني يا جماعة صلحوا ذي الخلل. بس في أحيان ناس تنتقد يحسسك أن أنت في بلد فاشلة، وإحنا في بلد مبتكر. أنت إذا الحين أي فكرة تعجبك ما حد سمع لك، في ناس تسمع لك، سموه لي رئيس، سموه رئيس الوزراء يقابلك إذا أنت قدمت في برنامج فكرة وفزت، معناته صوت الناس واصل. عندك مثل على سبيل المثال، أساس ما يقولون الناس إن إحنا ما يعني نخفي أشياء وذي، لا بالعكس، برنامج صباح الخير، الإذاعي، كل شيء يقولونه، كل شيء ممكن ينقال، يقولون وزير كذي ما قابلنا فلان، ما عملنا الوزارة ما سوت لنا، برلمان قديم عندنا من زمان صاير، وفي ناس كانت تحاسب على ذي الشيء إذا ما قدمت أداء مميز من مجلس وزراء أو غيره، فإحنا عندنا ذي التقييم. لكن هنتكلم على لا نكون معول هدم في السمعة العامة للبحرين، نقول ننتقد حقنا طبعا، إذا شفنا شيء غلط والله نتمنى على الحكومة أو المسؤولين يسوون شغلة معينة أو نقترح، أي ما في شيء، لكن نقولها بشكل مناسب، نقولها بشكل طيب. مو معناته الشكل المناسب أن أنا أخفف من الملاحظة، لا، أنا أقولها بذوق، أقولها وأنا أحسب وراها شنو ممكن يصير، لكن أقول وأتفاعل. بالعكس، إذا كلنا سكتنا في النهاية ما بلد ما تقدم، وتوجيهات القيادة في ذي المجال اسمع الناس وتواصل معهم، معناته إحنا ما قاعدين ننفذ، إحنا ننفذ شيء ثاني. فالتسويق وايد مهم حق البحرين. إذا بتلاحظ عزيزي حتى عندنا إحنا العدائين اللي يشاركون في الأولمبيات في البحرين، وعندنا فريق للدراجات في الخارج، فورمولا، عندنا الرياضة صارت قوة ناعمة في البحرين أو حتى على مستوى العالم. يمكن الناس تشوف والله ليش جنستوا عدائي، ليش؟ ترى الفوز بميدالية يحقق لك ترويج على مستوى العالم، الأولمبيات يشوفونها ملايين من الناس أو مليارات من الناس، فاسم البحرين ورفع الاسم البحرين وتواجد هذا كله يدي تسويق البحرين إلى أثرها العالمي، بالتالي حتى أثر المواطن وأثرنا إحنا على مستوى العالم نكون معروفين. في ناس تدفع ملايين على حملات إعلامية تسويقية، إحنا ميدالية ممكن توصلنا لأمور كثيرة وغيرها وغيرها من الرياضات، من الأمور. حتى البحرينيين ناس وايد يشتغلون برا، هذه قوة ناعمة. لغتنا الجميلة قوة ناعمة، ناس تحبنا في الخليج، طيبتنا قوة ناعمة، صح. مسلسلاتنا للأسف اللي وقفت، الشعبية واللطيفة والتراثية، كانت قوة ناعمة، انشرت مبادئ البحرينيين، طيبتهم، أفكارهم وغيره وغيره. عندنا صور وايد من القوة الناعمة، الجوائز اللي مسويها جلالة الملك على مستوى العالم،
سمو الشيخ سبيتشا لها عندها جائزة على مستوى المرأة في الأمم المتحدة. لذلك أنا بلورت في كتاب اسمه القوة الناعمة للبحرين، كان ودي أركز للمسؤولين أو للعاملين في الإعلام أن يا جماعة ترى مو بس نشر السالفة، لا وجهوها، ترى في شيء اسمه قوة ناعمة، وهذه مفهوم أو نظرية للتسويق بشكل مفصل، ولها مبادئ ولها ناس ماشي فيها، ولها مجالس إدارات أو هيئات في دول الخليج ودول العالم تدير هذه القوة الناعمة، والقوة الناعمة مسؤوليتنا كلنا. لذلك أنا قلت لك اللي ينتقد لازم يفكر في القوة الناعمة بعد على مستوى البلد. فالقوة الناعمة أساسية، أنا أتمنى من خلال يعني هذه المقابلة تكون هيئة أو مجلس معين للقوة الناعمة، مو بالهيئة بمعنى الهيئة، لكن ناس يكلفون في ذي المجال، وأكيد ناس في مكلفين، لكن ممكن تكون على شكل أكبر بحيث أن الكل في البحرين يعرف إحنا وين قاعدين نروح وشنو قاعدين نسوق من أفكار من برامج. المخرج يعرف، الكاتب يعرف، المغني يعرف عشان يكتب عن البحرين أغنية. إحنا لما نطلع برا البحرين إحنا شنو نسوق لهم؟ شنو نركز على الطيبة؟ إحنا الكفاءة؟ إحنا من؟ حتى في برامجنا التلفزيونية لما نستضيف ناس أو نسوق، إذا كان في رؤية واضحة للقوة الناعمة بتشوف عندنا مفاهيم معينة نكررها دائما، قيم معينة نكررها دائما، وهي اللي بتوصل حق الناس. إحنا وصلت عفوية البحريني، طيبة البحريني، ما كان لها صناعة، كان انتشار البحرينيين برا وداخل، لكن هي الوقت أن تكون قوة ناعمة دي صناعة. الزيارات، في ناس تدرس لغات في البحرين، هذه ميزة. عدد الأجانب الموجود في البحرين عدد مو قليل. زين، هل إحنا قاعدين نوجه لهم مسج إعلامي؟ شنو هو البحرين؟ أو هم قاعدين يشوفون بحرين بنفسهم؟ زين، هم بيشوفون شيء زين، بحرين مو سيئة، ولا الناس سيئين، بحرين طيبين، لكن إحنا لازم نوجه لهم رسالة. كم مقيم عندنا؟ عشان اللي راح بلد يقول والله بحرين كذا، بس نبي نحدد إحنا إيش نبيهم يقولون عنا. أوكي، بالضبط، طيبين خلاص إحنا طيبين، لكن بيقول ده بلد متقدم، بلد في حضارة، بلد في نظام، بلد كذا. لازم هذا يطلع بشكل موجه لكل القطاعات. شيء أنا أقول لك، إحنا عندنا قوة ناعمة، عندنا أثر، لكن لازم نفعله. زين، جزء من الإعلام القوة الناعمة. فبكرة لين بنت المخرج في التلفزيون يعني أو المؤلف بيطلع مسلسل أو برنامج، هو عارف شنو لازم يطلع من البحريني. عرف؟ أنت مثل ما قلنا تبي تنتج أغنية مثلاً لليوم الوطني والعيد الوطني، شنو تبي تقول في الأغنية؟ هذه كله يسوق البحرين. سفاراتنا برا شنو لازم تقول؟ السفير شنو لازم يتكلم لما بيروح بيتكلم أو بيقابل الناس في الدول هذه؟ شنو لازم يقول؟ يركزون على شنو؟ يعني كل كلمة يكون لها أثر. بالضبط، لازم في عندنا خلينا نقول سياسة إعلامية مكتوبة متوافقة مع القوة الناعمة يكررونها الناس برا البحرين عشان يحفظون. إحنا عندنا صراحة جلالة الملك بروحه شخصيته قوة ناعمة، لا أثر على مستوى العالم، تفاوضات دول الخليج تقدمه في زيارات دول عظمى يستقبلونه في الصين، في روسيا، هاي دول عظمى، في أمريكا. زين، على رغم حجم البحرين الصغير جغرافيا، لكن جلالة الملك عنده ذي الحضور الدولي، هذه قوة ناعمة. وقيس سمو ولي العهد، سمو الشيخ ناصر، سمو الشيخ خالد، وكثير ترى بحرينيين برا. يمكن أنا ما في يعني الوقت أن أنا أحصر، لكن في بحرينيين في مجال مثل ما قلنا البنوك، الطيران، وغير، في ناس نعرفه وفي ناس ما نعرفه. لكن بدنا نحصر بتشوف لا قوة لنا، حضور لنا في على مستوى العالم. أنا أتكلم في ذي الجانب، إحنا لازم نسوق نفسنا بهذه الدرجة كبحرين، كأشخاص، كمهارات وغيره، لحد ما نشوف إحنا لنا خلينا نقول التأثير والحضور الخليجي والعربي والعالمي، لأن إحنا نستحق وعندنا الكفاءات وعندنا تاريخ للبحرين، تاريخ للتطور الإداري عندنا في البحرين. في ناس توها حديثة عملت مشاريع معينة صارت كأن هي الأقدم وكأن هي الأفضل، وإحنا الأفضل عندنا، ولحد الآن تأخذ ناس من الأفكار. لكن أرجع وأقول إحنا ما نقولها بشكل جيد، إحنا ما نركز عليها بشكل جيد، وهذه بعد اللي يقودنا إلى موضوع صناعة الرأي العام. إذا عندك رؤية في موضوع القوة الناعمة بتصنع رأي العام محلي. الآن الإعلام يدير العقول، مو مجرد نشر بس، أنا أدير عقلك في شنو تفكر في شنو ما تفكر. لازم عندنا إدارة للرأي العام المحلي الوطني المحلي داخل مملكة البحرين، بدل ما تسود الإشاعات أو الإشاعات هي تكون مصنع للرأي العام. لابد يكون عندنا توجيه للرأي العام من الكتاب، من
المفكرين، من قادة الرأي، لابد في بيئة تحتضنهم، بالتالي في فكر معين هو يسود يقود الرأي العام. وهني في رسالة حق كل المختصين في البحرين، تجار، كل الناس اللي ساحب يده شوية الحين من الواقع. لا، احنا ساعات نشتكي من واقع المرشحين في مجلس النواب مو جيدين. وين الناس الجيدة؟ وين الناس اللي عندها القدرة؟ وين اللي تشوف نفسه زين؟ انزل تكلم، انزل. احنا نفتقد الى النخب عزيزي في كل مجال. لو تتكلم، لو تطلع، إيه بيكون لها أثر، ناس بتسمعها، بتتأثر منها، بيكون عندنا خلينا نقول رأي عام جميل مميز وقوي، بدل ما تسود الأفكار أو الإشاعات وغيرها. إحنا ساعات الحين يثير رأي العام البحريني قضية مثلا تقاعد. الحين الحكومة صح، النواب صح، زين، ناس ممكن تتشتت تسمع الحكومة، يمكن الحكومة تقول شيء زين، بس لأن الحكومة ناس ما بتصدق هاي العقلية للأسف. إنزين، لكن لو طلع واحد خبير مالي او واحد مدقق وعنده تجارب مع الحكومه، اي يقول ترى هذه صح اللي بيسوونه، ترى هذه غلط، ليش ما تتكلم؟ هذه الخبرات اذا طلعت اكيد بتساعد في تثقيف وصناعه راي العام مميز. زين، على الاقل يكون حيادي الراي العام، على الاقل يكون واعي الراي العام. وقيسه في كل المجالات ترى، مو بس في الاقتصاد او في الرياضه، في التعليم، في غيره. احنا نحتاج ناس تطلع تصنع. اولا في ناس من النخب اللي يقول لك انا ايش لي الحين اطلع في مجال الاعلام، فلان ينتقدني، فلان يقول لي صح وغلط، فهو ما بيتحمل شيء، خلني انا في مجالي وخلني انا في بزنس مالي او ذي، ما بانظر. وهذه للاسف اقول انت لك دور على مستوى بلدك، ولك دور على مستوى التثقيف حتى وصناعه وقياده الراي العام. لازم تقول رايك، يمكن ناس تزعل، ناس توافق، بس قول رايك، عبر بشكل ايجابي. الشيء الثاني كقطاع اعلامي، جرائد، صحف، مواقع إعلامية، وزارة إعلام، برامج، لازم أظهر أفضل الناس في البحرين، النخب المجتمعية. أنا مو بأي واحد يطلع عنده خبرة سنة سنتين أروح أسوي له برنامج منفصل ولا طالعة ولا سوقة. في ناس ترى عنده خبرة، طلع ناس طبعاً، إيه، بس يعني ما يصير أطلع واحد واجهة مثلاً الفن في البحرين، هو خبرته كلها 5 سنوات واللي 20 سنة واللي نجح وطلع ونجح وطلع وعنده كل خبرة، ما طلعته. لازم أطلع النخب في البحرين، كل مسؤول يا جماعة اللي عنده مجال يقدم ضيف في حلقة إعلامية أو جريدة، يراعي أنه في البحرين فيه نخب شوي تعبوا دورهم صدق، يمكن ذلك نطلعهم نقنعهم، يمكن ما يجون، بس طلعوهم. هذه لها علاقة بإرث البحرين، تراث البحرين، أرشيف البحرين، لأن في ناس ما شاء الله حضروا أو عاصروا أمور كثيرة راحت مع ذهابهم. لابد ان احنا نوثق مثل الامور، لازم يكون عندنا عنايه في من نستضيف، من نصدره لواجهه الاعلام للناس، نقول والله هذه خبير في كذا، والله هذه مختص في كذا. لازم، لذلك احنا ساعات نقول والله هذه الوسيله الاعلاميه ما لها متابعين، وهي شغاله صبح وليل، بس ما لها تاثير. ما لها تاثير، هي تحط محتوى فقط يشغل وقت او يشغل حتى وسائل التواصل عادي. يمكن في ناس عندهم حين قنوات يوتيوب يشغل وقت، يسألني محمد أنا والله ما قاعد أأثر. إيه، هو تشغل وقت، أنت تجيب ناس غير معروفة، لأن ربعك، علاقاتك وذين زي الناس معروفة، فنات ما بتتابعك، ما تطرح موضوع مميز، الضيف اللي عندك ما تكلم شكل مميز، أكيد الناس ما بتتابعك، ما قدم محتوى مميز، الناس ما بتتابعك، فبيكون تعب وجهد بدون تأثير. وهني هذه النقطة المفصلية، الإعلام صناعة التأثير وليس فقط النشر. نشر سهل، النشر أي واحد ممكن يمسك الإعلام، لأنه بيعرف أن هذه الحدث يبي له خبر، يبي له تصوير، يبي له تودي أو تنشره في التلفزيون أو الجرائد أو نزله على السوشيال ميديا. لكن شلون تصنع، شلون تأثر، شلون تبني صورة، شلون تدير السمعة، هذه الصعوبة وهذه الخبرات هني. لذلك للأسف أنا صح مع تولي الشباب في مجال الإعلام، التسويق وغيره، خاصة في قطاعات الدولة، لكن بعد خلطوهم بالخبرة يا جماعة، يعني خلي يكون في خلطة مع الخبرة، لأن الإعلام خبرة تراكمية، تجارب، تعرف الشعب، تعرف الناس، تعرف شو اللي أثر عليهم. لابد بعد عمرك يساهم في بناء هذه الخبرات. الطالب اللي جيتك ندرسهم في الجامعة نشط حلو، أي ستودنت، إيه، بس ما يقدر يبني فكرة، ما يقدر يقود رأي العام، ما يعرف يصنع. وتجربته في الحياة أصلا في القطاع العمل الحكومي ما عنده خبرات كثيرة، فمحتاجين نعمل على ذي الجانب، ومحتاجين حتى
الان في انا اسعى ان شركات بحرينيه وايد تطلع في مجال الاعلام والترويج، اتمنى بعد استغلال حتى الناس اللي تقاعدوا عن الاعلام، في ناس خبرات، الشباب الحين عندهم الشركات بس يبوا ذلين ترى عندهم خبره يفيدونكم عشان تقدم محتوى منتج حلو ومناسب. بالنسبة حق موضوع التدريب على يعني في مجالات الإعلام في البحرين كتجربة، أنا أشوف الناس قاعدة تهتم أكثر مع الوقت، بدأوا يحسون إنه لازم أنا أتدرب، إذا أنا مسؤول أو حكومي لازم أطلع قدام الناس فلازم أتدرب، وإحنا يستعينون فينا وغيرنا بالعكس شيء إيجابي. أنا أحب ذي الروح تكون موجودة إنه لازم أطلع أفكارهم بشكل جيد، يمكن أنا عندي الخبرة ودائما نلاقي المسؤولين في البحرين ما شاء الله عنده خبرة بس ما عرف يقولها. إذا ما عرف يقدم نفسه بشكل جيد لأنه منغمس في العمل أكثر، فحلو إنه تجيب لك شخص يعلمك شلون تطلع شلون تتكلم. لكن أرجع وأقول لك من احتكاك بدول مجلس التعاون، لا بعض دول الخليج يطوفون في ذي الحرص يسوقون كتوجه دولة بشكل كامل، قطاعات يسوق أفكارك بشكل جيد، قدرتهم على التسويق عالية. إحنا هني لحد الآن ينقصنا شوي سرعة أكثر، وهذه ما بي توجيه من جهة معينة كثر ما المسؤول نفسه يسوق أفكار. أنا كمسؤول في أي قطاع حكومي أو أهلي أو أنا مسؤول عن تسويق، ما أعرف أجيب ناس المختصة سوق، لا تستخسرون في التسويق، التسويق وايد له أثر. أو يعني تتناوله؟ أنا والله حسيت تكلمت وايد صراحة. أنت مثلا جاب ما تناولت تريد تتناوله تقوله أو شيء؟ أبغى أقول لك أنا أتذكر بس اللي ما شاء الله عليك. يمكن قلنا خبرات متراكمة. يمكن قلنا يمكن أنا يهمني قلت لك موضوع الإعلام والتسويق وذي تسويق البرامج الحكومية الرؤية، هذه مهم يعني عندي. أنا أتمنى غطيت لك. لا ما شاء الله عليه غطيت. زين. بالعكس أنا مفيدة يعني. أنا أتأمل في كلامك أحس كأني أنا استفدت يعني. يسلمك. يعني حتى أنا مثلاً عندي مثلاً خبرات في الاقتصاد بس مثل ما قلت أنت ما أنا معروف. لذلك انت موضوع سالتني إيه انت شو بتكلم، قلت لك انا يمكن السيره او انا وين رحت ما كانت وايد اجيب مهمة. معلومات اكثر من اجيب من الخبراء الاقتصاديين يطلعون، بس انا ما اعرف لان ما اسوق روح في ما قلت الان قاعد اتعلم الكلام وقاعد يدور في راسي لان نطلع بشكل اقل. احنا كلنا نخاف وايد او نكون قلقين ان احنا مو الكفاءه، لا بالعكس احنا نمتاز بالبحرين بصنعه النسيج، في ناس وفي ناس صيادين صح. ليش الحين الصيد في خير؟ ليش العيال الصيادين كله يفكر يروح يشتغل مهنة ثانية؟ لأنه ما سوقنا مهنة الصيد صح. يعني فيه فلوس صح؟ ليش راحوا على البنغالية أو ذي الصيادين بحرين أنفسهم؟ لأنه ما يشوف صناعي، يشوف بس مصدر دخل، ما يشوف صناعي أنا يعني أسوي مصنع كبر الشغل صدر برا أبيع بشكل احترافي صح. لا إحنا للحين نروح سوق واشتر، ما في ناس توصل البيت، ما في أفكار ثانية أكبر ذي البزنس أشوف أنه هو فعلاً، بس تشوف ناس من عيال البحارة يبي يشتغل سيكورتي يقبل يشتغل مكان ثاني. زين عندك خير أوكي خذ الشهادة، بس أنت عندك خير تكون صح. شاطر فيه مثل اللي صح. يشتغلوا في اللولو في البحرين، ليش ذلين واصلين ذلين لا صح. هاي ثروة ورزق، هاي ثروة ورزق صح. بس هذاك لأن لولو ناس متعلمة وتشتغل وسوت لها محل وغيرها، هذه الحين يبيع في بسطة، هذه بس كل أفكار أنا ما يبي يصرف على الشركة، لا يبي الأسهل اللي احنا نتكلم عليه، وقيس هذه في أشياء كثيرة بهالطريقة صح. لذلك هذه نبي الناس تعرفه ويوصل المسج. أنا من الأشياء اللي بتسعدني لو المقابلة ذي طلعت معرفة زيادة حق الناس. يمكن أنا صح بقول أنا خبراتي وذي حلو الواحد يتكلم عن نفسه، بس أبي ذي التجارب ناس تشوفها يمكن إن شاء الله تقتدي بمحمد أو تفكر بهالأسلوب. نحتاج كذي، نحتاج احنا البحرين شوي يهتمون في نفسهم في ذي المجال، فرص موجودة. حتى احنا نتكلم ساعات البحريني هل خيار الأول ولا مخيار الأول في الوظيفة، ممكن يكون خيار الأول، بس هل البحريني حاس انه هو الخيار الأول أو لا؟ يعني أنا بس هل أنا تخرجت في ذي التخصص أعتبر خيار أول للوزارات والهيئات؟ لا، لازم أسأل نفسي أنا كطالب أنا ليش يبوني؟ شفيني من زود عشان يبغوني؟ أوكي أنا توني خريج بس عندي من مهارات سوقت نفسي صح. عشان أحصل فرصة، الفرصة هي الواسطة، التسويق هي الواسطة، اللي يقول أنا ما عندي واسطة يسوق نفسه صح. عشان هذه الواسطة ترى زين لأن طلعت وانتشرت شوف الناس في حاجة، هذه الواسطة بيأخذونك إيه عن غيرك، ما حد ترى بيشوف أحد زين وبيهده صح.
ما في، ما في واحد زين بياخذ واحد اقل حتى لو يبي، ما بياخذ ذاك بياخذ ذي، لان اللي بيفيده بياخذه. فانا هذه ندائي عشان تكون خيار اول في الوظيفه، لابد انت فعلا تحس وتعيش وتبين انت الخيار الاول حق اي وظيفه، بس بتقدم كذي وبتيلس لا، صح. فرص ما تي حق اللي يالس، تي حق المتفاعل، حق اللي يظهر، حق اللي يسوق نفسه بشكل اكبر. فانا اتمنى مفهوم الخيار الاول البحريني، الخيار الاول يبتدي من البحريني، وبعدين فعلا لازم الدولة والقطاعات الثانية تدعمك خيار اول، بس لازم هو يحس ويسوق نفسك خيار اول غصبا عن اي احد. لا تنتظر ناس تدعمك، هذه كلها وسائل دعم ثانية، بس انت لازم تكون الخيار الاول. لين دخلت شكلك زين حق الوظيفة، مرتب زين، توصل شيء من لغة الجسد، تعرف تتكلم عن نفسك بشكل زين، تعرف وعندك خبرات وايد اشتغلت فيها، اي روح حتى لو مجانا، هذه كلها في السيرة الذاتية. عكس لو جيت انا بس خريج توني، واحد ثاني خريج ما خلى وظيفة ما دخل فيها، ما بقى مجال تطوعي ما دخل، ترى المقابلات بيشوفون هذه، ما بيشوفون اللي داش، حتى لو يبنت ايه ما بيشوفون.